يتميز أيضا موسم السرب بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات. ارتأت وزارة التراث والسياحة أيضا مع شركائنا سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتشجيع نقل المؤتمرات والأعمال إلى فترة السرب، بدل ما تكون في ذروة موسم الخريف الآن أصبحت معظمها تقام في شهر سبتمبر وأكتوبر من أجل تنشيط الحركة السياحية. أيضا لدينا في موسم السرب العديد من المميزات، مثل عندك خطين الإبل، وهو نقل الإبل من السهل إلى الجبال في مشهد أسطوري، يعني الآلاف من الإبل التي تتجه من السهل إلى الجبال يعني في عدة أيام. أيضا موسم الضواغي صيد السردين، كذلك هناك العديد من الأنماط السياحية المختلفة التي يمكن ممارستها. نعم. وأيضا العديد من السياحة التخصصية مثل سياحة التصوير وأيضا سياحة المغامرات، يعني هي تكون مناسبة جدا في هذا التوقيت. ويأتي استكمال لجهود الوزارة. الوزارة تعمل على مدار العام في استقطاب وتنظيم مثل هذه الفعاليات، أيضا سواء نقيمها هنا في السلطنة أو أيضا في الخارج. حقيقة الفترة الماضية كان هناك تكثيف لهذه الجهود خاصة في السوق السعودي والسوق الخليجي. اليوم نحن لدينا أكثر من 40 شركة سياحية من السعودية وأيضا 13 مؤسسة إعلامية من المملكة العربية السعودية. تم اختيار هذا التوقيت بدقة، تم مراعاة أنه نحصل على يتوفر لهذه الزيارة وهذه الفعالية كل مقومات النجاح من طقس جميل وأيضا مناظر خلابة وأيضا الترويج لنهاية فترة موسم الخريف، وكذلك أيضا الترويج لموسم السرب وموسم السياحة الشتوية وكافة المواسم السياحية في المحافظة. أيضا نحن قمنا خلال أمس وفي هذا اليوم بزيارة العديد من المقومات أو المواقع الأثرية والسياحية. جميل. حاولنا قدر الإمكان أن نغطي جوانب السياحة الثقافية والسياحة التراثية. أكلمك الآن أنا من متحف تواصل الأجيال لصاحبه الأخ سالم العمري. هذا المتحف جميل ويحمل جهد شخصي. المجموعة راح تصل بعد قليل إلى هذا الموقع. كذلك هناك السياحة الجيولوجية والتعرف بالإضافة إلى طبعا سياحة السياحة الطبيعية، راح يعيشوا الوفود الزائرة راح تعيش تجارب سياحية مختلفة مثل تجربة محاكاة استخراج اللبان وأيضا العيش في بيئة ريفية. جميل. في هذا اليوم والتعرف على الفنون التقليدية وكذلك المأكولات التقليدية. نعم.